كنجددوا اللقاء معكم اليوم باش نتواصلوا من خلالكم مع المواطنين والمواطنات. الله يخليكم. من بعد اللقاء ديال البارح الندوة الصحفية اللي هضرنا على جميع الأمور والتفاصيل التقنية اللي كتتعلق بالوباء ديال كورونا فيروس والتطور ديالو في العالم وفي بعض المناطق اللي كتعرف تطور سريع، البارح المغرب كيسجل أول حالة ديال كورونا فيروس واللي كانت تسجل في أثناء حنا كنا كنديروا الندوة الصحفية، كانوا الإجراءات باش كنترقبوا التحاليل المخبرية باش نعرفوا حالة كتستجب للشروط ديال كورونا فيروس. فبالتالي لما سالينا الندوة الصحفية واحد الساعة من بعد تعلن على أنه حالة فيها جميع الشروط ديال كورونا فيروس، والتحاليل المخبرية كتأكد أن المصاب عنده كورونا فيروس كوفيد 19. هذه الحالة مواطن مغربي اللي كيقطن في المغرب وكان قادم من بيرغامو، عنده 39 سنة، ولما دخل عبر البوابة ديال الدار البيضاء فبالتالي ما كان عنده حتى شي أعراض، دخل في لو 27 يوم من بعد عاد بانوا الأعراض ديال صعوبة في التنفس وكذلك سعال، وما كانش عنده لا تمبيراتور، ما كانش عنده الحرارة. فبالتالي تقدم للمستشفى وقمنا بالتحريات ولقينا عنده الشروط كتستجب انه يدار ليه التحاليل المخبريه في عزله في الاستشفاء في احدى المستشفيات بالدار البيضاء، واللي الحاله ديالو كنطمئنوا من هنا بالتالي ان شاء الله غيتمثل بالشفاء. ولكن المجهود اليوم اللي خصنا نديرو واللي من خلاله كنبغيو نطمئنوا الراي العام ان كجميع الحالات كانت مشتبهة ومن بعد ولات موثوقة، فبالتالي هو كيمتثل الاعتزال لمدة ديال التطور ديال الفيروس اللي هي 14 يوم، واللي غادي خلالها غادي يتقاموا بعض التحاليل المخبرية، وفي آخر مطاف قبل ما يكون تحليلة أخرى اللي غادي تثبت لنا العلاج ديالو والتخلي ديالو من 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 أعراض الفيروس. المجهود اللي كانوا معاه في احتكاك، فبالتالي انتم كتعرفوا جنب بيرغامو في طائره كانت يعني 98 مسافر والناس ديال والطاقم ديال الطائره يعني كان 104 زائد الناس اللي احتك بهم لما دخل اللي هما العائله ديالو الصغيره. الباح كان اتصل بهم جميعا، كل واحد في المكان ديالو جميع المدن اللي كانوا مشاو ليها، والناس ديالو كانوا هما دابا في عزله باش ما يتحركوش ما يخرجوا شيء من المنطقه ديالهم ويلتزموا الشروط الوقائيه باش على الاقل نحصروا هذه المساله. واليوم لحد الان ما كاين حتى شي واحد من الناس اللي كانوا عنده احتكاك عنده اعراض جانبيه اللي كتدل على انه عنده شي اعراض اللي كتدل على الكورونا فيروس، ولكن كتبقى المراقبه ديال هاد الاشخاص عن كثب. فبالتالي الاطقم ديال وزاره الصحه وكذلك الجميع الفاعلين معنا باش نزوروهم كل جوج مرات في النهار ويتاخذوا لهم الحراره ونشوفوا واش كيبانوا شي اعراض باش يمكننا نديروا اجراءات اضافيه. فالحاله كتبقى مستقره، يعني كانت حاله مشتبهه اليوم حاله ايجابيه، ما غاديش تبدل لنا. بالتالي حنا كنبقاو على درجه اليقظه مرتفعه باش نترقبوا اي حاله ديال الانتشار واللي تقدر تنتج عليها بعض الاجراءات. وهذا هو اللي بغيت نقول لكم. غادي ناخذ ثلاثه ديال الاسئله باش نجاوب عليها، وغيبقى السيد المدير الاوبئه هنا باش يجاوب على المسائل اللي هي تقنيه ان شاء الله. تفضل. ناخذ من هنا من الوسط ومن اليمين. تفضل. شكرا. السؤال الثاني نديروا لا بوليتيك دي جونغ البنت. اسمح لي إعادة السؤال. تفضل. نعم سيدي.
Combien? 1% de la population, est-ce que nous serions capables? Dernier. Très bien. Très bien. آخر سؤال. آخر سؤال. كم من مدينة تسمو لها هذا الذي نحترفوا به؟ كم من مدينة؟ السؤال الأول هو علاش مولاي يوسف؟ لأنه هو كيتواجد في الدار البيضاء، ومولاي يوسف من يامات ما كانوا التجارب ديال الصغاص والإيبولا، فهو اللي كان عينه كمستشفى ديال لا ريفيرونس لهاد الأمراض اللي هي عند جهة المستشفى، وكيتوفر على أون شومبر أبريسيون نيجاتيف اللي كنديروا فيها مي. كنقول لكم اون شومبر ابريسيون نيجاتيف يعني هذيك لا شوم فيها واحد الضغط ناقص، حتى الا تحلت الباب داك الهواء اللي كاين في داك لا شوم ما كيخرجش على برا، فاش كتبقى كيبقى المريض في داك البيئه ديالو كتكون ليكستراكسيون ديال داك ديك الهواء، وكتكون لا ديزانفيكسيون لا ستيريليزاسيون. هذا علاش، ولكن خلايا وفي هذه الشومبر اللي هما مختصين باش يستقبلوا هذا النوع ديال المرضى. السؤال الثاني وهو ان علاش هذا السيد مشى للمستشفى مولاي يوسف؟ الاعراض اللي بانت لي فيه الاولى ما كانتش اعراض عندها علاقه بالكورونا فيروس، لان كنقولوا الاعراض الاولى وهي الكحه وهي او مثلا يكون عنده سيلان، فبالتالي هذا السيد ما عنده حتى حاجه من هذه الاعراض في الاول، كانت عنده دياري مشى يعني ما كيت، ولكن اليوم الثاني تضاعفات الامور وبانوا فيه الاعراض اللي كتعلق بهذا، فتما كيولي الداخل كتطبق عليه القاعده وكيطبقوا عليه الكشف المخبري. ثالث حاجه واش المستشفيات، واش المغرب كيتوفر على المستشفيات باش يمكن له يتصدى الوباء ديال الكورونا فيروس؟ اليوم كنقول لكم الاجراءات اللي اتخذنا، يعني حنا كنمشيو مع التطور ديال هذا الوباء، حنا عندنا حاله واحده، فحنا عندنا 670 ساعه اليوم قبل جميع الحالات اللي يمكن لهم يكون عندهم هذه الاعراض الجانبيه، وربما كنعرفوا بان التطور كيكون على مده ديال 14 يوم، فبالتالي راه كيكون المريض داخل المريض خارج، وكاين اللي كيمتثل الشفاء، وكاين وحنا كنبقاو في هذه المساله هي سيكليك. عندنا جميع المعدات جميع اللوجيستيك باش يمكننا نتصداو ليه، كذلك عندنا الناس اللي هما المهنيين على 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 العنايه بهذا النوع ديال الامراض، وكذلك عندنا بالنسبه لمصالح الانعاش ومصالح الانعاش كذلك حتى هي متحسسه وموجوده باش يمكن لها تصدى. وكانت البارح كما قلت لكم في الندوه الصحفيه لجنه تقنيه علميه اللي كدير ان بلان اورسيك باش يمكننا لا قدر الله كانت شي حاجه شي حاله صعيبه، المغرب كيتوفر على جميع الوسائل وجميع الطاقات تصدى لهذه الحاله. واخر سؤال شنو هو؟ كان المدن كاين تقريبا اربعه ديال الوجهات، اغلبيه ما بين الدار البيضاء وجديده والبازات وكاين، ولكن اللي بغيت نقول لكم وهو حنا ملي كنكونوا ملي كيكون الترقب ديال هاد الناس اللي كانوا في الاحتكاك، كان خصك تعرف كاين واحد الخريطه كنديروا وكنقولوا هادو هما اللي عندهم لو ريسك الفي اللي كانوا دايرين به، ولو ريسك اللي مو الفي على حسب، لان كتعرف ان الفيروس يمكن لك تخليه غير واحد المترو ولا نص مترو كتولي راك انت خديتي البريمتر سيكوريتي ديالك، فبالتالي الناس اللي بعادين عليه ما كيشكلوش نفس ما يمكنوش ما نديروش نفس الاجراء اللي غنديروا الناس اللي هما كانوا قرابين ليه، ولكن من الواجب ديالنا ان يكون الترقب عن كثب باش يمكننا نتصدى. وكنشكركم على الاصغاء ديالكم. الا كان شي سؤال تقني مدير الاوي ار